أهلا فيكم مشاهدينا من جديد، طبعا متابعين معكم بالبرنامج صباح المباشر أنوروا معنا، ولكن رح نعلن عن خبر مؤسف. غيب الموت بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أغناطيوس الرابع هزيم عن عمر يناهز 92 عاما، بعدما كانت قد أصيب بجلطة دماغية يوم أمس أدخل على أثرها إلى العناية الفائقة. طبعا تيلي لوميير وأسرة تيلي لوميير تتقدم بالتعازي للكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الجامعة على فقدان علم من أعلام التراث المشرقي ووجه من وجوه الثقافة والتجدد في الحياة الكنسية. طبعا رح نشاهد ريبورتاج بيحكي عن مسيرة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، ومن بعدها منعود لمتابعة نهارنا الصباحي. طبعا منعيد تعازينا للكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الجامعة على فقدان علم من أعلام التراث المشرقي ووجه من وجوه الثقافة والتجدد في الحياة الكنسية عن المرحوم طبعا البطريرك للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم، اللي توفى عن عمر بناهز 92 عاما بعد ما كان قد أصيب بجلطة دماغية يوم أمس أدخل على أثرها إلى العناية الفائقة. نحن حنتابع مواضيعنا الصباحية في البرنامج صباح المباشر أنوروا معنا. اسمحوا لي رحب بالآنسة جوزيان مخول، اختصاصية اجتماعية صحية ومدربة في برنامج HIV في جمعية العناية الصحية. أهلا وسهلا فيك في تيلي لوميير ونور ساد. طبعا عم نشاهد على كل التلفزيونات في حملة إعلانية ضخمة لهذا الموضوع عن الحملة الوطنية لمكافحة السيدة، ولأنه بيتزامن بواحد مع واحد كان تاني اللي هو العيد الوطني أو العيد اليوم العالمي لمصابي مرض السيدة. اليوم حنحكي عن الجمعية بداية، رح نحكي عن الإحصاءات بلبنان، رح نحكي عن الحملة عن الوصمة والتمييز، وأيضا شوي نتطرق لبعض الأسئلة أنه هل في دواء لهذا المرض وغيره من المواضيع. خبرينا شوي عن الجمعية جوزيان بداية. نعم، جمعية العناية الصحية تأسست سنة 1987، كانت عم تشتغل بالأول على تقديم الخدمات الصحية بمنطقة سن الفيل لسكان المنطقة. سنة 1990 مع ظهور أول حالة إصابة بلبنان بالHIV بلشت الجمعية تشتغل على هذا الموضوع مع البرنامج الوطني لمكافحة السيدة اللي هو برنامج بوزارة الصحة، وكانت طبعا هي أول جمعية بتشتغل على هذا الموضوع بلبنان. ومن 1990 لهلأ بعدها عم تشتغل الجمعية مع المصابين بالHIV بالإضافة للعمل على موضوع المخدرات، يعني من خلال توعية، من خلال العمل مباشرة مع الأشخاص اللي هن مستخدمين المخدرات، وفي مركز لاستقبال الأشخاص مستخدمين المخدرات. بالنسبة للموضوع الHIV أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، نحن بنشتغل مباشرة مع الأشخاص المصابين. أكيد تقدم الجمعية خدمات شاملة صحية طبية اجتماعية ونفسية للمصابين، أكيد في مجموعات دعم كمان للأشخاص المصابين بالHIV، بالإضافة لتقديم خدمة المشورة والفحص التوعي. يعني الشخص بيقدر يتوجه على الجمعية لحتى يحصل على المعلومات التوعية اللي لازمة، وبنفس الوقت بيقدر يعمل الفحص ويحصل على النتيجة مباشرة. والفرق أنه هالفحص هو أول شيء سري، تاني شيء بحافظ على الخصوصية، اللي انه الشخص بيقدر يتواجه على الجمعية ما بيعطي اسمه او رقم تليفون او اي معلومات عنه، بيستفيد من الخدمة وبيحصل على النتيجة سريعة. وفي حال كانت النتيجة إيجابية بيكون هو محاط ضمن إطار يعني مختصين بيقدروا يساعدوه ويفسروا له أكثر عن وضعه الصحي كيف رح يكون، ويحاولوه ل يعني أو يوجهوه لعند طبيب مختص ويكفي المتابعة ويستفيد من خدمات المركز. طبعا بالإضافة لعملكم هذا في عمل توعية في المدارس وفي الجامعات وفي غيرها من المواقع. نعم، نحن بالإضافة للعمل مع الأشخاص مباشرةً
بنشتغل على التنمية المجتمعية من خلال كل حملات التوعية اللي بتنعمل على الإعلام أو بقلب الجامعات والمراكز الصحية والمدارس، بكل أماكن اللي بيتواجد فيها الشباب نكون نحن عم نعمل حملات توعية. بالاشتراك مع جمعيات تانية أو بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة؟ نعم، نحن بنتعاون اكثر مع البرنامج الوطني لمكافحة السيدة بوزارة الصحة، واكيد دائما يعني ما بيخلى الامر في تعاون مع جمعيات تانية، خصوصا الجمعيات اللي بتعنى بالمواضيع المشابهة. صحيح، يعني حتى يكون في عمل مشترك. نعم، يعني حتى كمان عندكم لقاء دائم ممكن مع الجمعيات اللي بتحارب المخدرات مثلا او غيرها من المواضيع، اللي حتى تقدروا تعملوا برامج مشتركة. طبعا في تشبيك بالمنطقة وفي بلبنان، على صعيد لبنان بيشتغلوا مش بس على صعيد منطقة جبل لبنان؟ لا، نحن بنشتغل يعني المركز هو موجود بسن الفيل، انما بنغطي كل كافة المناطق بلبنان، والمصابين بيجوا لعنا كمان من كافة المناطق. حتى ببرنامج المخدرات بنشتغل كمان على صعيد العالم العربي من خلال شبكة الرنا اللي هي شبكة الدول العربية لمكافحة السيدة اللي هو لبنان عضو فيها، وجمعية العناية الصحية هي مستضيفة هالشبكة هيدي، والأمين العام هي بلبنان. أمان العامة. نعم. طبعا هل يعني ذكرتي أول حالة إصابة صارت بسنة 90، يعني من 90 لليوم قديش صارت الإحصاءات، قديش صار في عنا أشخاص مصابين في لبنان؟ نعم، لحد سنة 2012 العدد التراكمي بلبنان هو 1552 إصابة، إنما العدد التقديري أكيد هو بحدود 4000 إصابة بلبنان، إنما المسجلين ببرنامج الوطني لمكافحة السيدة هن 1552. الإصابات الجديد كانوا بسنة 2012 كانوا 97 إصابة. طب هل هو على تزايد أكبر يعني ولا لا عم بيصير في يعني عم يعني مع التوعية اللي عم بتصير ومع البرامج اللي عم بتصير، لأن الناس صارت عم تكون واعية إنه تتجنب الإصابة بهذا المرض؟ نعم، من قبل كان العدد كتير تصاعدي، إنما هلأ شوي مستقر، يعني الأعداد كل سنة تقريبا عم تكون بحدود 100 إصابة، يعني أوقات 97، سنة الماضي كانوا 109 إصابات، بقى بحدود 100 إصابة، يعني العدد هو مستقر شوي، بس أكيد في كل سنة إصابات جديدة. هالاستقرار هو ناتج عن أكيد التوعية اللي عم بتصير والتعاون اللي عم بيصير، يعني الناس صارت منفتحة أكتر، في أشخاص بلشوا عم يستخدموا الوقاية، في أشخاص صاروا يعرفوا أكتر، المصابين صاروا عم يحصلوا كمان على الجنسيات اللبنانية عم بتكون أغلبيتها ولا في جنسيات أخرى؟ نحن عم نحكي عن لبنان، الإصابات بلبنان اللي هن اللبنانية، لبنانية مش حتى. نعم. بلبنان جنسيات أخرى. نعم نعم. طبعا هل أنتم مستمرين في هذا العمل يعني التوعية في المدارس؟ يعني في برامج بتحطوها بأول السنة لحتى تعتمدوها في كافة أوقات السنة؟ طبعا نحن كل سنة ببداية السنة في برنامج بنوضع، والحملات مكفية يعني بلشت من الأول، وكل سنة نحن بنقوم بحملة، الحملات بتكفي كمان على مدار السنة مش بس بواحد كانون أول يعني وقت الحملة العالمية وخلص. لا طبعا نحن على مدار السنة الحملات بتضل عم تتنظم، وهالسنة أكيد مكفيين بالتوعية، وهالسنة الحملة كانت عنوان أنت شو ناطر، يعني صحيح. بعد كل التوعية كان الوصمة والتمييز كمان بالحملة الوطنية. نعم. هي مشتركة مع السلوغان تبعو لكم؟ نعم، عنوان أنت شو ناطر كان هو عنوان الحملة لهالسنة، كان في على التلفزيونات عم ينعرض وثائقي تصور مع قادة دينيين، مع صحيح. رجال سياسيين ومع إعلاميين، كانوا عم بيواجهوا ثلاث رسائل. أول رسالة للشباب لحتى يدعون يكونوا عم يتبعوا الوقاية اللي لازمة، الرسالة الثانية كانت للمصابين بالإتش آي في، عم يدعون هن يطالبوا بحقوقهم، بما أنه عم بيقولون أنه كل الناس صاروا عم بيأكدوا على حقوقهم، يعني القادة الدينيين باسم أكيد الدين، ورجال السياسة والإعلاميين اللي هن بيمثلوا المجتمع المحلي بلبنان، كانوا عم بيأكدوا على حقوق المصاب وعم يطلبوا منه هو كمان يأكد على حقوقه أكتر، بيكون عم بيطالب بحقوقه ويكون عم يستفيد من العلاج ومن الخدمات اللي موجودة اللي عم تتقدم له.
كان في دعوة كمان للمجتمع لحتى لمكافحة الوسمة والتمييز للحد من أثر السلبي على حياة المصابين وعلى حياة عائلاتهم اللي بتأثر مباشرة، بتمنع أوقات الأشخاص الوسمة والتمييز بتمنع الأشخاص المصابين أنه يتقدموا أوقات لحتى يستفيدوا من الخدمات اللي عم تتقدم لهم، بتمنع الأشخاص هن يروحوا يفحصوا حالهم كمان خوفا من انه اذا طلعت النتيجه ايجابيه رح يعرفوه، ما رح يعرفوه، رح يحكوا عنه او اهله اذا عرفوا، او حتى العائله بتخاف الناس يعرفوا. يعني الوسمه والتمييز لها عده اثار سلبيه على حياه الاشخاص، خصوصا على حياه المصابين، بتاثر عليهم يعني بشكل يعني من الناحيه النفسيه بتاثر على المصابين، بتخلق عندهم اوقات احساس بالرفض، احساس بالعزله، بعدم الامل يعني، يعني حتى او بالتشاؤم، يمكن بيصيروا حاسين حالهم هن ناس مهمشين، مش ما بيقدروا ينخرطوا بالمجتمع، عم يحرموا من حقوقهم مثلهم مثل اي انسان تاني، او مثلهم مثل اي مريض تاني، حتى من حقوقهم اللي بتتعلق اوقات بالناحيه الطبيه. صحيح. انا بدي اسال شوي قصص من ناحيه الادويه، يعني هل تلاقى شي دواء لهذا المرض؟ هل في طور انه يتلاقى؟ لانه عم نسمع كثير انه معقول يكون صار في تطورات علميه بشكل انه يقدروا يشفوا هؤلاء المرضى. نعم، لحد هلا ما في علاج شافي لفيروس نقص المناعه البشري. الفيروس بيعيش مع الانسان كل عمره، والمصاب بيتعايش مع الفيروس، انما في علاج ثلاثي عم يتاخذ هلا، بيتامن طبعا هو من وزاره الصحه عبر البرنامج الوطني لمكافحه السيدا، بيتامن مجاني لجميع المصابين بلبنان. هذا العلاج هو ثلاثي، بيشتغل على انه يمنع الفيروس انه يتكاثر من ميله، من ميله ثانيه بيشتغل على انه يقوي المناعة عند المصاب، ومن جهة ثالثة بيمنع ظهور او بيأخر ظهور عوارض المرض عند المصاب. يعني بشكل عام العلاج بيأثر، بيعطي نوعية صحة ونوعية حياة كتير افضل للمصاب من انه الشخص ما يكون عم يتبع العلاج. ومن هون نحن منشدد، وبخلال حملتنا هالسنة كنا عم نشدد انه العلاج متوفر، ليش انه ما في داعي المصاب يكون بعده بدون علاج او يتأخر انه يستفيد من العلاج، لانه العلاج هو كتير كتير مفيد، ما يخاف لقاله. يتقدم ويأخذ العلاج ويعيش حياته طبعا أكثر. وأكيد بقلب المراكز اللي عم تقدم هالخدمات ما في تمييز وما في وصمة، وفي كتير حفاظ على السرية وعلى الخصوصية طبيعي. اليوم بعد هالحملة اللي انتم بتعملوها دايما بهذه الفترة، هل في مشاريع مستقبلية عندكم رسمتوها وخطط مستقبلية بعد هالحملة الوطنية اللي عم تقوموا فيها؟ طبعا نحن يعني بكل سنة بنجرب نكون عم نأمن أكتر، يعني قد ما بنقدر نكون عم نقدر نوسع خدماتنا لحتى تكون عم تخدم بشكل أفضل المصابين، إن كان من ناحية الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية. نحن بنساهم بتأمين الأدوية المزمنة اللازمة بالإضافة للعلاج، منساهم بتغطية الفحوصات للأشخاص اللي بيضطروا، في أشخاص بشكل دوري مضطرين يكونوا عم يعملوا فحوصات، وهالفحوصات هي كتير مكلفة. نحن منكون عم نسعى بشكل دائم. شو عادة قديش الأعمار اللي أكتر ناس تنصاب بهذا المرض؟ في عمر معين ولا؟ يعني هو كل شخص معرض انه يكون مصاب. صح. بحسب عمره. نحن بنعرف انه الفيروس نقص المناعة بينتقل عبر ثلاث طرق، من الطفل، من الام للطفل، من خلال حليب الرضاعة، من خلال علاقات الجنسية غير المحمية، وبعملية نقل دم ملوث. فاذا كل شخص هو معرض، ان كان طفل مولود جديد، ومن كان حسب الاحصاءات اللي عندكم، حسب الاحصاءات في نسبه كبيره من المصابين هن بين 15 و30 سنه، في نسبه بتعادلها تقريبا بين 30 و51 سنه، والنسبه الاقل هي فوق ال 51 سنه. يعني العمر، معدل العمر بالاصابات هو صغير، 15 ل 30. يعني عز، انا بدي اتشكرك على هذا اللقاء، وان شاء الله يكون حلقتنا اليوم تكون حقيقه اللي الناس اللي عم تشاهدنا ببيوتها توعيت بهذا الاطار، وتقدر تكون عرفت وين تروح في حال صار في اي مشكله بهالاطار.
تحبي بختام الحلقة تقولي كلمة أخيرة توجهي للمشاهدين، بركة هيك توعية منك أو يمكن بإطار هذه الحملة اللي أنتوا عم بتقوموا فيها على كل شاشات التلفزة؟ نعم، أنا بحب أوجه دعوة للمصابين بشكل مباشر أنه كل شخص هو مدعو هلأ يكون مسؤول أكثر، يكون بمكافحة الوسمة والتمييز، بده هن يتخطوا شوي هالمشكلة ويتوجهوا لحتى يستفيدوا من العلاج. بالنهاية ما أنه تأمن العلاج يعني هن عم يتأملوا نوعية صحة أكثر، وعم ينفتح لهم فرصة أنه يقدروا يكفوا حياتهم بشكل طبيعي مثل ما كانوا رسمينا قبل الإصابة. بأمن النهاية هون وهن قادرين يكفوا بالبرنامج او بالمخطط اللي كانوا رسمينه لحالهم في حال اتبعوا العلاج واستفادوا من الخدمات اللي عم تتأمن لهم. واكيد بحب وجه دعوة لكل شخص منا عم بيمارس الوسمة والتمييز وعم بيوجه الرفض لهالاشخاص، يرجع هو يفكر بينه وبين حاله هالقرار على اي اساس مبني، على معلومات ناقصة عنده او على افكار هو ما بده يغيرها او على مبادئ تربى فيها، يرجع يفكر شو اللي عن جد عم بخليه يرفض الشخص المصاب، علما انه وسائل العدوى او انتقال العدوى صارت معروفة. بقى الشخص بيقدر يعرف كمان كيف يكون عم يحمي حاله من العدوى، والمعايشة مع او التعايش مع الشخص المصاب ما بيعرض الشخص الثاني للإصابة. واكيد بتدعي كل الناس انه ينتبهوا ويتوقعوا لحتى ما ينصابوا هذا وصارت المعلومات متاحة عند الكل، يعني الكل صار يعرف صحيح شو الأسباب وشو العوارض وشو طرق الحماية وغيرها من المواضيع. أنا بدي أتشكرك جوزان مخول، اختصاصية اجتماعية وصحية ومدربة في برنامج الـ HIV بجمعية العلاج الصحية. موفقين بحملتكم إن شاء الله، عطول هيك عندكم هالزخم لحتى تقدروا تخففوا أكثر عدد من الإصابات سنويا. إن شاء الله نوصل لفترة يكون في صفر إصابة، يعني هذا الهدف هيك ما عش بنشوفهم. لا بتضلوا تكفوا طبيعي، ونحن أكيد نتأمل أنه يتلقى دواء بأسرع وقت لكل المصابين يقدروا ينشوفوا. مرسي لك مشاهدينا لحظات ومنتابع، خليكم معنا.